أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. هدنة في حلب بتنسيق روسي أمريكي ومواكبة من مجلس الأمن الدولي، لكن السؤال يدور حول الحل السياسي المطلوب لحل الأزمة السورية عبر مفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية من موسكو وواشنطن. وفي الكويت لم يرشح عن المفاوضات اليمنية ما يؤشر إلى حل قريب، غير أن التفاوض المباشر بحد ذاته قد يضيق الفجوات. وفي مكة المكرمة نفذت القوى الأمنية عملية ناجحة ضد خلية لداعش. محليا مجلس الوزراء ناقش جدول أعمال حافل وعين الأجواء التي تسبق الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الأولى في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وقد دعا الرئيس تمام سلام اللبنانيين إلى إنجاح الاستحقاق الديمقراطي، واطلع من وزير الداخلية على الاستعدادات الأمنية والإدارية. نبدأ من جلسة مجلس الوزراء. إذن ننتقل إلى مجلس الوزراء مباشرة مع الزميل وسيم عرابي. وسيم، كيف هي الأجواء حاليا في هذه الجلسة؟ نعم بيير، إذن نحن ننتظر خروج وزير الإعلام من الجلسة، أو يعني هذه الجلسة التي رأسها رئيس الحكومة منذ الساعة الرابعة بعد الظهر تستمر، ويعني شارفت على الانتهاء. على جدول أعمال هذه الجلسة أكثر من 150 بندا عاديا. هذه البنود التي رحلت من الجلسة الماضية، هذه البنود عادية، إذن لا بند، يعني لا بند من العيار الثقيل إذا صح التعبير، وكل البنود التي تناقش هي يعني تحمل الطابع العادي، فيما البند يعني الأكثر حماوة وهو المتعلق بموضوع جهاز أمن الدولة. هذا البند الذي يتولاه طبعا رئيس الحكومة تمام سلام، يتولى معالجته، وهو قيد يعني التداول والاتصالات في هذا الأمر. وطبعا ما زال الملف يحتاج إلى مزيد من الوقت، وبالتالي يعني من الطبيعي أن يستفسر الوزراء عن يعني إلى أين وصلت الاتصالات والمشاورات بشأن هذا الملف. قبيل دخول الوزراء إلى الجلسة كانت لهم مواقف عدة، أبرزها كانت لوزير الاقتصاد علاء حكيم الذي تحدث عن يعني عن مخصصات للمستشفيات، وقال أن يعني هناك ملياري ليرة مخصصة لمستشفيات من لتعود لطائفة واحدة، فيما ال 34 مليار مخصصة لمستشفيات أخرى. وهنا سأل لماذا علينا أن ندافع دائما عن الميثاقية. طبعا موضوع النفايات أشار إليه الوزير أكرم الشيب لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، وقال أن المناقصات بهذا الملف ستنتهي خلال شهر أيار. عدا ذلك كل الأمور يعني عادية، الجلسة تسير بشكل طبيعي، ومن المفترض أن تنتهي بعد قليل، ويخرج وزير الإعلام ليضعنا في أجواء مداولات هذه الجلسة. بيير، شكرا لك زميل وسيم عرابي، حدثنا مباشرة من السراي الحكومي. وكان الرئيس سلام حث اللبنانيين على المشاركة في الاقتراع. دعا رئيس الحكومة تمام سلام جميع اللبنانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع الأحد المقبل. وفي تصريح أدلى به بعد استقباله وزير الداخلية نهاد المشنوق للاطلاع منه على سير التحضيرات التي تقوم بها الوزارة إداريا وأمنيا، قال الرئيس سلام إن الانتخابات البلدية والاختيارية مناسبة لممارسة حق وواجب كفلهما الدستور، وهي فرصة لتجديد التقاليد الديمقراطية التي يفتقدها اللبنانيون منذ زمن. الرئيس سلام الذي أشار إلى أن النظار تتجه بشكل خاص إلى بيروت التي ستدشن مسار العملية الانتخابية مع البقاع وبعلبك الهرمل، أمل أن يتوجه أبناؤها بكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأصلح. كما دعا الرئيس سلام أهالي بيروت إلى جعل 8 أيار يوم عرس وطني، آملا أن يشكل نجاح الانتخابات مدخلا لاستعارة الديمقراطية الغائبة عن الحياة السياسية منذ سنوات، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتجديد المجلس النيابي. كذلك الرئيس سلام التقى وفدا من النقابة اللبنانية للدواجن، شرح له معاناته في هذا القطاع لا سيما لناحية المنافسة والاستيراد المنخفض الكلفة. كما استقبل وفدا من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية الذي تحدث مع الرئيس سلام عن التضييق على قناة المنار، وكذلك على حزب الله ماليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كما التقى الرئيس سلام وفدا من تجمع شركات الإنترنت، ومن زوار السراي مطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، يرافقه النائب نضال طعمي والنائب قاسم هاشم.
وفي يوم شهداء الصحافة صدر عن الرئيس سلام بيان وجه فيه تحية احترام للصحفيين الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن والكلمة الحرة، كما وجه تحية حارة للصحفيين العاملين في مختلف ميادين الإعلام، وقال إن ذكرى شهداء الصحافة هي مدعاة للتفكر في الإرث الكبير الذي تركه صحفيون لامعون من أصحاب العقول النيرة، كما أنها مناسبة للتجديد على الأهمية التي نوليها للحفاظ على مناخ الحريات المكفولة بالدستور والذي يشكل الحاضن الأساس للكلمة الوزنة والمسؤولة التي تخدم الصالح الوطني العام. الوزير المشنوق يشدد على الديمقراطية كطريق إلى العدالة ويستقبل الدكتور جعجع. أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الديمقراطية هي التي تحقق العدل، ولا ديمقراطية بلا مؤسسات وبلا دولة فاعلة لها من يحميها ليس بالسلاح فقط بل بالنجاح والقدرة. كلام المشنوق جاء خلال افتتاحه غرفة العمليات المركزية قاعة الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة بحضور سفير بريطانيا هيوغو تشورتر الذي ساهمت بلاده في تجهيزها. الديمقراطية هي التي تحقق العدل، ولا ديمقراطية بلا مؤسسات ولو بلا دولة فاعلة لها من يحميها ليس بالسلاح فقط بل بالنجاح وبالقدوة، ولها من يصنع فيها تجارب ناصعة كي لا تبقى متهمة بالضعف أو بالحاجة الدائمة إلى بديل عنها. الديمقراطية هي التي تحقق العدل، والعدل كان مطلبنا الدائم مع وسام وحين سقط الشهيد رفيق الحريري ومن سبقهما ومن لحقهما. من ناحيته أكد تشورتر أن هذه المنشأة ستستخدم في إدارة انتخابات بلدية حرة وآمنة. إلى ذلك التقى المشنوق اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي زاره معزيا بوفاة شقيقه، كما كان عرض للمستجدات. محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر يرأس اجتماعا أمنيا في سراي بعلبك واللوائح الانتخابية تتوالى بقعا. ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا أمنيا في سراي بعلبك خصص للعملية الانتخابية، وأكد أن الأمور ممتازة والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها وسنواكب كل التفاصيل من الآن وحتى انتهاء الفرز، وأكد أن الانتخابات في عرسال ستجرى كما في كل القرى. لا، بالنسبة لعرسال الانتخابات ماشي مثل أي بلدة تانية، الجو طبيعي جدا، ما في شيء بدعي للقلق. بدعي كل الاهالي بعلبك الهرمي اللي توجهوا على صناديق الاتراع نهار الاحد ويعملوا ضميرهم، والعمليه الانتخابيه ماشي بشكل اكثر من طبيعي. متوقعين ان شاء الله تكون الانتخابات تمرق بسلاسه، الجو ممتاز، ما في ولا اي حوادث يعني ممكن تعكر اجواء الانتخابات، وكل جهاز عم بيقوم بواجبه أكثر، يعطيهم ألف عافية، والموظفين بالمحافظة عم يسهروا يوميا لبعد منتصف الليل. نحن راح نكون مواكبين كل التفاصيل من هلأ للانتهاء من الفرز وإعلان نتائج الانتخابات، والأمور الحمد لله منيحة. بنوعدكم أن تكون إن شاء الله انتخابات شفافة ونزيهة. إلى ذلك تشهد سراي بعلبك حركة ناشطة، في وقت أوعز المحافظ خضر للموظفين السهر حتى منتصف الليل لتأمين التسهيلات وإنجاز المعاملات للمواطنين. تنافس ديمقراطي، ما في أي إشكالات يعني تمنع حدوث هذه الانتخابات. الانتخابات اللي هلأ جو هادئ، تنافس ديمقراطي. وتوالى اليوم إعلان اللوائح الانتخابية في البقالة سيما في مجد العنجر وسعد نايل. أما في الجنوب فقد قامت النائبة بهية الحريري بزيارة لمحافظ الجنوب منصور ضو، وكان عرض للأجواء الانتخابية في المدينة، كما زارت المطران الياس كفوري معايدة. الكاتب والمحلل السياسي جورج علم وصف المرحلة المقبلة بالخطرة مشيرا إلى تداعيات مباشرة على الوضع الداخلي للأزمة السورية. حاورته كاتيا شعير. لا معالم سياسية حتى الساعة ترسم جغرافية المنطقة، فالثنائي الأمريكي الروسي على اتصال دائم، وسوريا هي الشغل الشاغل، والتلميح إلى تقسيمها بدأ يتقدم شيئا فشيئا مع إعلان الأكراد نوعا من الحكم الذاتي. فالشعب السوري لم يعد يمتلك القرار، والمعارضة أصبحت معارضات، والسلطة متمسكة بقراراتها، وكل ذلك ينعكس بشكل أو بآخر على لبنان الجار الحليف للتداعيات. نحن كلبنانيين نتحمل مسؤولية وطنية مصيرية، لأننا عجزنا أن نلبنن الاستحقاق الرئاسي. ربطنا المسار اللبناني بالمسار السوري منذ اتفاق الطائف. أنا باعتقادي
وفق طبعا ما هو متداول في بعض الكواليس الدبلوماسية، لبنان مرتبط بالحل في سوريا. متى سيأتي الحل؟ ليس هناك من أجندة واضحة على الأقل، إلا إذا حصلت مفاجأة من قبل هذه المجموعة الدولية بأنه آن الأوان للفصل بين المسار اللبناني والمسار السوري عن طريق إعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس الجمهورية. حتى الآن ليس هناك أي مؤشر إلى ذلك. أولاً لا شك أنه عندك أنت نصف مليون لاجئ فلسطيني، هذا أمر يعني يشكل خطراً كبيراً. الأمر الثاني، هناك مليون ونصف مليون نازح سوري. الأمر الثالث والمهم باعتقادي، لا يمكن يعني أن تستمر المقاومة على هذا النحو الذي هي عليه في لبنان، لأن هناك شريحة واسعة من اللبنانيين ترفض أن يكون سلاح المقاومة رديفاً لسلاح الجيش أو أقوى من سلاح الجيش. لبنان بحسب المحلل السياسي علم أمام خيارين، إما إعادة النظر باتفاق الطائف لمصلحة تقوية مؤسسات الدولة أو اعتماد نظام جديد مؤيد لللامركزية الإدارية. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عرض التطورات في لبنان والمنطقة مع مستشار السيد الخامنئي علي أكبر ولايتي في حضور السفير الإيراني محمد فتح عليه. في بكركي الشيخ محمد يزبك يدعو إلى تفعيل مفهوم الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن الانتخابات البلدية أسقطت مقولة أن الوضع الأمني لا يسمح بإجرائها، داعيا إلى ضرورة تفعيل مسألة الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. كلام يزبك جاء بعد لقائه البطريرك مربشار بطرس الراعي في بكركي. أنا بدوري شاكر لصاحب الغطة الوقت الذي أتاحه لنا للحديث عن المنطقة ومجرياتها وعن لبنان وما نعانيه وعن ضرورة تفعيل مسألة الدولة وانتخاب رئيس الجمهورية ونحن في بداية انتخابات بلدية، والأعذار التي كانت من قبل أن الوضع الأمني لا يسمح، فإن الانتخابات البلدية والتي يعبر فيها كل مواطن عن رأيه أسقط هذه المقولة، وإذا بإمكاننا أن نجري الانتخابات وليس هناك من مشكلة أمنية. الراعي بحث مع يزبك تداعيات مشكلة بتدعي، وقد كلف المطران حنا رحمي لمتابعة هذا الملف. لحظات ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نبه من أن المشهد اللبناني أصبح حافلا بالمخاطر التي تحاصر وطننا من كل الجهات. أضاف اللواء إبراهيم، إذا كان الأمن من مهمات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، فأن هذه الأجهزة لن تتمكن من الاستمرار في تنفيذ ما هو مفترض ومأمول ومنتظر منها إذا لم تستقر الحياة السياسية على رؤية وطنية جامعة، معتبرا أن القلق والخطر وطبول الحرب التي تقرع في المنطقة تضعه حاليا في دائرة الخطر الوجودي. لذا ينبغي قبل أي شيء متابعة ما يقوم به جيش العدو يوميا من مناورات واستعدادات لما يسميه هو حرب مقبلة مع لبنان، وكذلك قراءة دلالات العمليات الأمنية والنوعية التي نقوم بها كمؤسسات أمنية لحماية السلم اللبناني من الجماعات الإرهابية التي نتقاطع والعالم بأجمعه على توصيف خطورتها ووجوب محاربتها ومكافحتها. قائد الجيش العماد جون أهوجي استقبل قائد مشاة البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية الفريق ويليام بايدلر على رأس وفد مرافق في حضور ملحق الدفاع الأمريكي العقيد ريتشارد كويرك، وجرى البحث في مجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين خصوصا في مجال تدريب الوحدات الخاصة وتجهيزها، كما استقبل وفدا من مؤسسة العرفان التوحيدية ضم المشايخ علي زين الدين وحمزة كوكاش وراشح عبد الخالق وزياد موسى.
النائب سيرج تور ساركيسيان الذي يشارك في مناقشات اللجان المشتركة لقانون الانتخاب توقع في حديث لتلفزيون لبنان أجرته معه الزميلة نوال سلمان أن لا يتم إنجاز مناقشة الاقتراحات المطروحة أمام اللجان قبل نهاية العقد العادي للمجلس أي نهاية الشهر الجاري، معتبرا أن علينا الانتظار إلى العقد العادي الثاني في تشرين الأول المقبل. كل الأفريقا أو كل النواب اللي كانوا موجودين جوا كلهم بدهم قانون انتخاب، هاي واحدة هاي متفقين عليها. تاني شغلة كلنا بدنا قانون جديد كمان متفقين عليه. تاني شغلة ما حدا يجي زايد علينا بموضوع بده قانون أو بدهم يضلون على الأكثر. ورابعا كل شخص عنده أفكار مختلفة عن حزب معين أصبح هو خارج التوافق وأصبح ما بده قانون بالبلد، لا منا هيك. يعني كل واحد عنده فكرته، عنده موقفه، عنده قانونه، وبيشوف حاله كحزب سياسي هو ممثل بهالقانون. ما فيني أنا أجي أزرق العالم وألزمهم، ألزم بعض النواب أكيد. بالنهاية المسار مثل ما ماشي جيد جدا، لأنه أول شيء كان عنا 17 صار عنا 3-4 قوانين، هذه خطوة للأمام. هلأ أهم شيء موضوع المختلط، يعني التوجه إلى هناك، لأنه نحن هون بارح أنا شفت أنه في توجه أو موقف قاسي وصلب الموضوع حزب الكتاب اللي هو بده الدائرة الفردية المصغرة، اللي هو بيعتبر أنه على الصعيد المسيحي كل ما تصغر الدائرة كل ما التمثيل أقوى. طيب هون هيدا بدنا نرجع نتناقش فيهم، طيب بدنا نشوف أي طرف مع هيدا، وما بدنا نرجع ينقسم المجلس. من هيك سؤالك عن مدى توصل إلى نتيجة خلال هذا الشهر، بعتقد بدنا ننطر هالجلسة الثانية مرجع منشوف شوي شوي خطوة خطوة، وبالنهاية لازم يكون عنا قانون هالسنة. إذا هالشهر قدرنا نقره كان به، وإلا ما نرجع نقره بالدورة الثانية. وبتعرفي كمان بدك تجهزي حالك والوزارات المعنية بدها تجهز حالها لا من أجل إجراء الانتخابات. نعم. سؤال ثاني، هل تعتقد أن المختلط، صيغة المختلط اليوم هي الأقرب إلى الشبه الإجماع؟ شبه يعني ما في إجماع بالبلد. وتاني شغلة أهم نقطة، مش بس فكرة المختلط راضين أكترية أو مش راضين، في موضوع التقاسم السياسي للمقاعد النيابية حجم. لهلأ ما في توافق من هالناحية، انتبه. وأنا بتعرف كل هاللجان حضرناهم من أساسها، وبتبين لي أنه أيام نوصل على اتفاق من وراء مقعد نيابي واحد راح على هالميلة أو هالميلة عم بيفرط الاتفاق. لجنة الاتصالات النيابية تابعت عرض ملف الانترنت غير الشرعي وغياب عبد المنعم يوسف، فرض نفسه على المناقشات التي لم تستبعد التجسس الإسرائيلي على الشبكة. نوال سلمان. هي معطيات حساسة وخطيرة قيلت على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات في موضوع الإنترنت غير الشرعي، أو هكذا وصفها رئيسها النائب حسن فضل الله، متعهدا بالطلب بكشف محاضر جلسات اللجنة في حال لمس أن صفقة ما تجري للفلفة الملف، متحدثا عن معدات إسرائيلية وجدت في أكثر من محطة وإمكانية التجسس الإسرائيلي قائمة. اليوم تبين لنا أن المعدات التي كانت في الباروك كانت موجودة محجوزة، لكن سرقت وأعيدت إلى أصحابها. ورغم أنه في محكومية وما شابه على اللي قاموا بهذا العمل، لكن للأسف رجعوا إلى أماكن عملهم. تبين ارتباط الشبكة بمحطة الباروك، واللجنة طلبت التوسع بالتحقيق للتأكد عبر المقارنة بتسلسل الأرقام، كما تبين وجود أبراج ضخمة في بيروت، واللجنة طلبت التحقيق لمعرفة هدف استخدام هذه الأبراج. الموقوفون 8 والوزير بطرس حرب تحدث عن طلب وجه إليه من القضاء لملاحقة موظفين من هيئة أوجيرو، والطلب لا يراعي الأصول، موضحا أن مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف أصيب بعارض صحي في فرنسا وهو في إجازة وفق الأصول. لا تغطي على أحد، ولا يمكن أن نقبل بلفلفة هذا الموضوع إطلاقا. نترك للقضاء الذي نضع الثقة فيه أنه هو يقرر كأنه مين لازم يتوقف مين لا، وهو عنده عناصر تقدير يمكن مش موجودة عنا. افساحا في المجال أمام مزيد من التحقيق وأمام متابعة النواب للانتخابات البلدية، اللجنة تجتمع في 31 من الشهر الحالي. حذر لقاء الجمهورية في اجتماعه الدوري من العودة إلى طروحات لا تشبه الصيغة اللبنانية البتة، مثل ما عرف بالقانون الأرثوذكسي الذي يناقض الدستوري.
ويحول اللبنانيين إلى مجموعات متباعدة منقسمة على ذاتها بما يناقض روح الميثاق الوطني ويضرب بالصميم رسالة لبنان. من جهة ثانية ناشد اللقاء جميع اللبنانيين الإقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا تنمويا. وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أعلن رسميا في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية إطلاق العمل بتطبيق قانون استعادة الجنسية، مشددا على محاربة الإرهاب ومنع التوطين والعمل لعودة النازحين السوريين. سأل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي ينظم للسنة الثالثة: هل تعلمون كيف أن هذا الوطن الصغير يستضيف 200 نازح في الكيلومتر المربع؟ النسبة الأعلى في العالم ولا ينهار. هل تفهمون كيف أن هذا الوطن لم يسجل ولم يسجل عليه أنه صدر نازحا واحدا أو لاجئا لبنانيا واحدا بعد كل هذه المآسي؟ ما هو سرنا؟ إنها ببساطة اللبنانية. لبنيتي لبنانيتنا التي تقصر المسافات وتجمع المعتقدات وتحفظ العادات، ولكن كيف نحافظ عليها؟ كيف نحافظ على كنز لنا في زمن يعصف فيه الطمع بثروات الآخرين؟ أولاً نحفظ الهوية، نرفض التوطين ونقف بوجه النزوح السوري ونعمل فعلاً للعودة. باسيل أعلن إطلاق العمل بتطبيق قانون استعادة الجنسية وهو حلم أصبح واقعاً. لمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا أقيمت ندوة تحت عنوان التلاسيميا أفضل الطرق العلاجية والوقائية برعاية وزارة الصحة، وكانت كلمة للسيدة منى الهراوي أعلنت فيها فوز مركز الرعاية الدائمة بجائزة سلطان بن خليفة العالمية للتلاسيميا، مؤكدة أن حالات التلاسيميا انحسرت بنسبة 80%. تمكن المركز من إجراء عملية الزرع لأربع حالات تلاسيميا في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهم الآن بألف خير، والعمل مستمر في هذا الاتجاه لتوفير فرصة الشفاء لخمسة حالات جديدة. فاز مركز الرعاية الدائمة هذا العام بجائزة سلطان بن خليفة العالمية للتلاسيميا للمركز الطبي المتميز في العالم العربي، وبفضل تحفيز الشباب باستمرار على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج انحسرت حالات التلاسيميا الجديدة بنسبة 80%. تجربة المجتمع المدني في التأثير والتغيير محور ورشة عمل بمشاركة أخصائيين ومهتمين. لمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقة طاولة حوار المجتمع المدني ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، عقد مؤتمر في اليونسكو تحت عنوان من أجل إعادة بناء الدولة. المجتمع المدني على رغم حيويته بحاجة كمان يتسيس أوقات وبيخوض انتخابات، وهذه الانتخابات هي طبعا المائية، بس مش عيب نقول انه هي خيارات سياسية، مش سياسة بالمعنى التقليدي، مش سياسة زوريب، ولكن هذه الانتخابات فيها سياسة كمان. ومشان هيك أنا وقت بقول إنه المجتمع المدني هو جزء منه، بس لازم يكون كمان مسيس بالمعنى الإيجابي. وكل على كل ثقة بأن الشباب الساعي دائما إلى التغيير يستطيع كل حال في هذا اللقاء اليوم من أن يعبر عن رأيه بصورة واضحة. انتخابات بيروت لازم تكون هي بداية للتغيير. في ضرورة أنه الإنسان اللبناني يلي عانى معاناة من تصرفات السياسيين خلي اليوم يعبر، وخلي يحط بالصندوقة قناعته، وخلي يحط غضبه بهالصندوقة هاي. ما عم يقدر المجتمع المدني يكون فعال ليحدث التغيير، لازم يكون بشكله الحقيقي. شغلة بدها وقت، ما بين يوم والتاني بتصير، بس لازم نضل مستمرين ما نيأس ليقدر يقدر نرجع نتوحد كلنا سوا ونقدر نعمل التغيير والمنشود اللي لازم يصير بالمجتمع. عندنا فرصة ذهبية بموضوع البلديات، انه يكون فعلا الشباب يكون له الدور الأكبر
في اختيار مجالسه الاختيارية والأعضاء البلدية والبلديات. وألقيت كلمات للوزيرين السابقين بهيج طبارة وزياد بارود والأميرة حياة أرسلان، إضافة إلى مداخلات لأعضاء طاولة الحوار تطرقوا خلالها إلى الشؤون الدستورية ومكافحة الفساد وأمور بيئية واجتماعية. الملتقى السنوي لمدراء التدقيق الداخلي افتتح أعماله، والكلمات ركزت على ضرورة مواكبة القوانين الدولية في موضوع التدقيق الداخلي في المصارف اللبنانية. الملتقى السنوي لمدراء التدقيق الداخلي في المصارف نظمه اتحاد الدوليين للمصرفين العرب وجمعية المدققين الداخليين في لبنان. يهدف المؤتمر إلى التوعية عن مهنة التدقيق الداخلي في المصارف اللبنانية وعن تطور هذه المهنة والحوكمة. نائب حاكم مصرف لبنان دكتور سعد عنداري ركز على ضرورة تشجيع التدقيق الداخلي في لبنان. لقد حدد مصرف لبنان في تعميمه الأساسي للمصارف رقم 77 مقومات التدقيق الداخلي، يركز فيه أيضا على اعتماد المعايير الدولية الخاصة، خاصة من ناحية تأمين استقلالية وموضوعية المدقق الداخلي لتنفيذ مهامه بمنهجية ومهنية تامة. كذلك الأمر بالنسبة لتعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 271 الذي يحدد فيه ميثاق التدقيق الداخلي. رئيس لجنة التدقيق الداخلي في لبنان مالك أسطى أكد أن شهر أيار هو شهر التوعية وأهمية مواكبة القوانين في تطبيق هذا المشروع. في الاقتصاد، بورصة بيروت ستشهد أداء إيجابيا الأسبوع المقبل بحسب تقرير بلوم إنفست، وذلك بعد إعلان المصارف اللبنانية نتائجها المالية للفصل الأول من العام الجاري. ولفت التقرير إلى استقرار الطلب على الدولار وانتعاش اليورو باوند وتوسع فارق العائد بين السندات اللبنانية والأمريكية. وإلى الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. دور البلديات في التنمية الاقتصادية وما هو مطلوب اليوم من المجلس البلدي المنتخب لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية في بيروت وفي لبنان تحديدا؟ اليوم استاذ نبيل صبرا، حضرتك اقتصادي وخبير في شؤون التنموية، ما هو مطلوب اليوم لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية في العاصمة بيروت؟ شيء اسمه القرض البلدي. القرض البلدي هو كتير مهم. نعم. أنه البلدية تقرض المواطنين لمشاريع خاصة لتأهيل بيوتهم، لإنشاء مؤسسات إلى آخره. نحن هذا مش موجود في لبنان. هذه شغلة كتير أساسية في التنمية الاقتصادية. نعم. للبلدية اليوم شو أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية في البلديات اليوم برأيك؟ اللامركزية الإدارية موضوع آخر. اللامركزية الإدارية هو مشروع يدخل في الثقافة الديمقراطية وفي طريقة إدارة شؤون البلاد، يعني light government. يمكن أن يطبق في لبنان؟ لا، مركزية إدارية عم نشتغل عليه. نحن اشتغلنا عليه. ممكن أن يطبق؟ للأسف هو مفهوم خاطئ عند بعض السياسيين، وهو يخضع إلى تجاذبات سياسية يفهموا فيدرالية ويفهموا كونفدرالية ويفهموا تقسيم. هو منه لا من هاي ولا هاي ولا هاي. هو قانون اللامركزية الإدارية هو نشر القرار الإداري على جميع المناطق اللبنانية، وبالتالي مشاركة الجميع سكان هذه البلاد في قرار إدارة شؤون بنفسهم بطريقة الانتخاب. لا. في قانون، في مشروع قانون عمله آخر مدته الترم تبعه الرئيس ميشيل سليمان، يلي بيحكي عن مشروع مقترح مشروع للامركزية الإدارية، يلي بيلحظ أنه كل منطقة على مستوى القضاء بينعمل مجلس مناطق منتخب هو بحل محل المحافظ والقائم مقام، وهو بيقوم في اتخاذ القرارات الكبيرة وعلاقته بالبلديات ضمن هذه المنطقة. والمجلس المنطقة له رئيس وأعضاء منتخبين ومنهم من البلديات. نعم. هون بتعزز التنمية وبتعمل الإنماء المتوازن وبتخلي الناس هن يحملوا مسؤولية نفسهم بإدارة شؤونهم في المناطق. والنشرة مستمرة بعد الفاصل. من جديد أهلا بكم. في سوريا بدأ سريان التهدئة التي خرقت أكثر من مرة في أو خرقت أكثر من مرة في حلب وقتلى بتفجيرين في حمص.
من الواحدة فجر الخميس بدأ سريان تطبيق الهدنة في مدينة حلب على أن تستمر 48 ساعة. إعلان الجيش السوري الحكومي بدء الهدنة جاء بعد ساعات قليلة على أعلان الخارجية الأمريكية حصول توافق أمريكي روسي لتوسيع الهدنة وشمولها مدينة حلب التي عاشت 10 أيام من القصف العنيف لم يوفر البشر ولا الحجر وأسفر عن مقتل 250 شخصا، كما طاول القصف منشآت طبية. التهدئة خرقت لدى قصف الجيش السوري بالمدفعية لمدينة عندان وقرية المهندسين في ريف حلب، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى. وذكرت مصادر المعارضة أن الجيش السوري الحكومي قصف بالبراميل المتفجرة مواقع في محيط بلدة خان طومان ومنطقة الراشدين الجنوبية في ريف حلب. الرئيس السوري بشار الأسد اغتنم مناسبة عيد النصر في روسيا، فوجه برقية التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين قائلا إن حلب لن تقبل بأقل من دحر العدوان وتحقيق الانتصار بحسب تعبير الأسد. أما وزير الخارجية السعودية عادل جبير فقد شدد على أن الأسد سيرحل عن سوريا سواء بالعمل السياسي أو العسكري، مؤكدا وجوب الوصول إلى حل في البلاد من دونه. أما في حمص فقد قتل 10 مدنيين وجرح أكثر من 40 في تفجير، أحدهما نجم عن سيارة مفخخة والثاني عن هجوم انتحاري. وبعد الظهر صاروخان انطلقا من الأراضي السورية على مدينة كيلس الحدودية التركية. أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم تنحيه عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم وبالتالي عن منصبه كرئيس للحكومة، ليفسح المجال أمام مسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لإقامة نظام رئاسي قوي. وفي فلسطين المحتلة شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا سلسلة غارات على قطاع غزة، وقد تم استهداف مطار رفح وبعض المناطق التي يزعم الإسرائيليون أن ثمت اتفاقا أو ثمت أنفاقا فلسطينية فيها. ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية أن قوات الأمن السعودية نفذت عملية ضد عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية في مكة. وقالت القناة في نبأ عاجل الجهات الأمنية تنجح في عملياتها ضد عدد من الدواعش تحصنوا باستراحة في مكة. وبعيدا عن السياسة، جرى مساء اليوم سحب اليانصيب الوطني اللبناني، وقد ربحت الجائزة الكبرى 200 مليون ليرة، الورقة التي تحمل الرقم 15441 في أبه. مبروك للرابحين. نشرتنا لهذه الليلة انتهت. هبة وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.